مشاهدينا اهلا وسهلا بحضراتكم معانا مره تانية في النور ومسك ختام فقرات حلقتنا النهارده، لقاء مع الشباب الجميل الرائع اللي شرف الكنيسه جدا جدا في الملتقى العالمي الاول لشباب الاقباط واللي انتهى يوم السبت الماضي في وادي النطرون. بنتابع مع حضراتكم حفل الافتتاح والختام وكل ايام المؤتمر ولقاءات كتير شفناها معاهم. يعني كنا بنحاول كل مرة ناخد كم واحد من المتين الجمال. النهاردة بيشرفنا ثلاثة من الشباب الرائع دوت. مونيكا جورج، أهلا بيك يا مونيكا. أهلا، منورانا، وعارف منك بقى خبرات كتير عن اللي حصل في الأيام اللي فاتت. كمان بينورنا باسم كمال، أهلا بيك يا باسم. أنت ما كنتش من العشرة اللي راحوا قبله الرئيس مش كده؟ لا للأسف ما كنتش، بس حكولكوا أكيد. كان بسيطة جدا، كانت تجربة لطيفة. احنا سجلنا مع بعضهم وقالوا ان احنا ما كناش متخيلين اللقاء يبقى بالبساطة ديت وبالصدق دوت، وانه كان بيجاوب علينا بإجابات سريعة، ما بيفكرش كتير قبل ما يجاوب. الوقت عدى وقداسة البابا قال كفاية كده، احنا تقلنا على وقت سيادتك، فسيادة الرئيس قال لا انا عايز اسمحهم. فيعني هل فعلا هي دي الخبرات اللي كانوا راجعين بيها؟ هما لانهم سالوا اسئله كمان، وهو كان مرحب جدا هو يجاوب على كل الاسئله. طب هايل هايل. كمان بينورني بيتر انسي، اهلا بيك يا بيتر، دكتور السنان العظيم وابني في الخدمه. شكرا. اهلا بيك يا بيتر، نورنا. شكرا. بيتر اصله كان بيتعبني شويه في الخدمه، فمتخيل ان انا النهارده يعني دي فرصتي. مونيكا، ابتدي معاك يا مونيكا. ايه الخبرات اللي انت خرجتي بيها من تجربه؟ بتهيألي الكنيسه اول مره في حياتها تعمل تجربه يعني بالشكل ده وبالطريقه دي. كذا حاجه فرقت معايا، هي مش حاجه واحده بس. اولا الكونسبت اصلا بتاع الملتقى، فكره اللي هو البابا كان فارق معايا قوي، اللي هو يجمع الشباب من حوالين العالم كله، وعارفين ان هو مشغول بقضايا تانيه كتيره قوي، وعايز فارق معاه انه يسمع راي الشباب. ومش بس كده، كان الحاجه اللي فرقت معانا كلنا، واكيد سمعتوا كل الناس بتعلق، اللي هو كان في بيرسونال، يعني البابا كان بيتعامل طريقه بيرسونال معانا. فحتى لو في مكان في البيت، كان هو مكان جديد هو اللي بيفرجنا من نفسه، اي فرصه بنبقى معاه كان على طول كين اللي هو يكون معانا، كان بيحاول يحفظ اسامينا. فدي حاجه فرقت معانا جدا، مش بس يعني بنرجع للبابا بنعرف اللي هو قال قرار، لا الموضوع بقى مختلف. التعامل الإنساني ده، في حد بالزبط. من المؤتمر تقريبا كان اسمه فيليب، قال انه انا كنت بخرج نتفسح وعايز عايز عايز اروح. يعني هو سمى المكان عايز اروح واشوف بابا، يعني هو حس ان قداسة البابا اب شخصي. وارجو ان الصوره دي تكون اتنقلت لكم كلكم، يعني دي حقيقه هي اتنقلت لنا. وحاجه كمان تانية فرقت، فكره اللي احنا باك تو ذا روتس، اللي احنا نرجع للجذور. ففكره مش بس الناس اللي بره مصر، بس اللي جوه مصر، اللي احنا نروح كل حاجه ونشوفها بمنظور بطريقه مختلفه. وحاجه كمان اللي فرقت برضو مع كل الناس، اللي احنا بيبقى لينا اصحاب من كذا حته، ونعرف في حاجات كتير قوي كومن بينا، في حاجات كتير قوي فعلا مختلفين، بس التجميعه دي بنفس السبيريت اللي هو فكره الجوي كانت فعلا موجوده، مش بس حاجه بنتكلم عنها. فاحنا كان فعلا كنا قاعدين مستمتعين بكل فقره، بناس بتتكلم بطريقه انسبيريشن، ناس واقعيه مش بنقول كلام مش موجود. فدي كانت حاجه ممتعه جدا. يعني قالوا لي ان انتوا يعني خارجين يعني فعلا اقتنيتوا فكرة الفرح دي في حياتكم، مش مجرد يعني سمعتوا عظة عن الفرح أو حضرتوا مؤتمر عن الفرح. هل ده شعور برضو يا باسم أنت حسيته؟ يعني إحنا كل تفصيلة كان فيها فعلا جوي. هو إحنا لحد دلوقتي يعني كلنا متفقين، إحنا لما في شغلنا وفي دراستنا بنقعد نقلب في الصور اللي احنا كنا فيها، وبنتبسط قوي لما نقلب في الصور، لسه بنتكلم لحد دلوقتي مع بعض كلنا. دي حاجه جميله. ايه الانشطه اللي احنا ما قدرناش نتابعها اعلاميا، يعني محاضره محاضره او زياره زياره؟ يعني خليني اتكلم اول عن سلسله اللقاءات اللي اتعملت مع شخصيات ناجحه، ايه اللي كانت موجوده وايه اكتر حاجه منهم فرقت معاك؟ في يوم كده كان حلو قوي، جالنا باشمهندس نجيب ساويرس. ده في الاول خالص، ده كان تاني يوم. تاني يوم على طول. هو الحلو ان هو كان الكومباينيشن في اليوم كله، ان هو جالنا باشمهندس نجيب ساويرس وكلمنا عن النجاح بتاعه،
ففي نفس اليوم جانا كمان ماما ماجي وجانا أمينة أناستاسيا، هي رهيبة، عملت ماجستير ودراسات معناها في الدير. وأمينة ماجي، ماما ماجي دي كانت مشهورة جدا، دي واخدة جوائز دولية يعني بالظبط، كانت بروفيسور في الاي سي وسابت كل حاجة وخدمت في العكس تماما، ما حست بالمشردين وال والباشمهندس نجيب سويرس ان هو لا هو شخص مش لا راهب ولا كاهن ولا اي حاجه، بس انا شايف قدامي شخص ناجح ومسيحي في تعاملاته. ايوه اليوم ده كله على بعض كده حسسني ازاي ممكن اكون مسيحي في المجتمع، مش بالصوره اللي احنا متعودين عليها، مش بقى راهب او كاهن او كده، لا انا مسيحي في كل حاجه بعملها. دي كانت ميكستشر حلو قوي كده جابوه لنا في نفس اليوم. بيتر ايه بيتر، اكتر الحاجات اللي فرقت معاك هل اليوم دوت ولا حاجات تانية ولا زيارات تانية؟ انت طول عمرك شخص مختلف وشخص جميل. اقول لك تقييم الشخصي اللي ما قلته لكش في اعداد خدام، سيبني على الهوا كده. على الهوا كده طبعا، كل الناس مستنياك دلوقتي عشان تروح بالزغاريط يعني. يعني انت يعني انا كنت بحس انك دايما مختلف، شماس مختلف، خادم مختلف، شاب مختلف، وتحب تتعلم وتاخد الخبره من اكتر من اتجاه. ايه الخبرات اللي انت ركزت معاها وطلعت بيها من المؤتمر ده؟ هو بصراحه ما فيش حاجه ما طلعتش بيها، بس انا كان فارق معايا قوي من قبل بقى المؤتمر. احنا من 3 4 شهور من ساعه لما البابا جابنا، احنا على الاقل البابا قعد مع الناس اللي في مصر في الاول خالص عشان دي الفرصه الوحيده اللي ما كانش يقدر يقعد مع الناس اللي بره، اتكلم معانا بيرسونال جدا، اللي هو مش بيجيبنا يقول لنا في مؤتمر كذا تعالوا اطلعوا، لا بيتكلم معانا بيتناقش معانا في الفيجن بتاعته، انا عاوز اعمل كذا وفكرتي عن كذا، وبيشرح لنا بباشن قوي هو عاوز يعمل ايه ووجهه نظره ايه في الـ او الاهداف بتاعه المؤتمر ده. ايه اكتر حاجه انت حسيت انه يعني قداسه البابا كلمكم عنها كان نفسه تحصل قبل المؤتمر وحصلت فعلا؟ انه هو كل حاجه فعلا حصلت بامانه يعني، بس اكتر حاجه انه هو كان شايف ان الناس اللي هاجرت في الخمسينات والستينات من الاباط من مصر، الجيل الاولاني بالظبط، في جيل تاني وتالت طبعا اتولدوا بره ما يعرفوش اي حاجه عن مصر، في ناس كتير من اللي جت كانوا اول مره ينزلوا مصر. ايوه ففكره انه شفنا الناس العربي بتاعها ضعيف جدا بالزبط، لانها في مجتمعات تانية. انا شايف باسم بيضحك، افتكر حد اكيد. ايوه بيتر اتفضل. فهو بيتكلم انه الناس دي بعد جيل في التاني في التالت هيبقى الناس دي ملاش اي علاقه بمصر ومش الدنيا هتضعف، فهو عايز يحسن الناس دي ان هم جذورهم في مصر وليهم اهل وليهم كنيسه وليهم حاجه اللي بيسمعوا عنها في الكنيسه يجوا يشوفوها على ارض الواقع ويحسوا ان هم ليهم اهل. احنا فعلا بعد المؤتمر ده حاسين ان احنا فعلا لينا بيت في كل مكان في العالم. يعني انا كنت مثلا لو كنت بسافر لاي سبب ما في السنين اللي فاتت بره مصر ما كانش بيجي في بالي قوي ان اروح الكنيسه او ادور على الكنيسه الارثوذكس بتاعتنا. ممكن تشوف ليك قريب ليك صاحب بالظبط بالصدفه ممكن اعمل كده، لكن دلوقتي انا المايند سيت بتاعتي اختلفت خالص. انا لما اروح البلد الفلانيه اول حاجه عندك اصدقاء دلوقتي في امريكا في استراليا في الامارات حاجة أفكر في كويت في كندا، الناس وهروح ازورهم واخرج معاهم واروح اصلي في كنيسه معاهم. دي اول حاجه تيجي في بالي. ده شيفت رهيب حصل. هما نفس الكلام الناس اللي كانت بتيجي مصر عشان تشوف قرايبها. ده مهم في المرحله السنيه بتاعتكم، خلينا نتفق على كده انه في المرحله دي الواحد ممكن يقول لك اروح اعمل ايه انا ماليش اصحاب هناك، لما تدعوا لاجتماع او تدعوا لكنيسه او كده. وبعدين البابا الفيجن بتاعته فيجن مبشر قوي للكنيسه، وبيقول انتوا الشباب انتوا مستقبل الكنيسه، انتوا اللي بعد 10 15 سنه هيبقى منكم كهنه ومنكم رهبان ومنكم قيادات بالظبط، منكم ايا كان ديسيجن ميكر او ايا كان حد بيأثر في الناس اللي حواليه، فلازم تبقى فاهم الكنيسه، لازم تبقى اصولك ثابته يعني. فدي اول حاجه. مش عارف كم يعني طبعا. في المؤتمر نفسه بقى طبعا اللي مونيكا قالته هو اللي ظبط كل الحاجات الثانيه، البيرسونال كونتاكت مع البابا، التعامل المباشر، وقد ايه هو كان سنسير وحقيقي معانا، وكان مش اللي هو عايز المؤتمر يطلع حلو عشان يبقى يكتب في الجرايد ان احنا عملنا مؤتمر او نسجل حاجات حلوه او كده. هو كان فعلا حتى الحاجات اللي ما كانتش بتتصور هو كان بيبقى معانا، احنا بنعمل هاند كرافتس، بيجي يقف معانا يتفرج معانا يتصور معانا. كان في اوقات كتير قوي قبل ما بيروح يعني قليته كان بيقعد معانا يتكلم اي حد عاوز في اي حاجه.
ده انتوا يا بختكم، لان احنا اللي موجودين في مصر وعايشين مع قداسة البابا من خلال الاحداث بيبقى المشغوليات والجدول الزحمة قوي اللي عنده بيخلينا احنا ما نقدرش نقول كلمة او كلمتين مثلا حاجة شخصية، لكن انتوا كان هو مفضي نفسه فعلا علشان يوصل لكم الشعور ده. مونيكا عايز اسألك، قداسة البابا كان بيتكلم عن حاجات يعني احنا بالنسبة لنا استغربنا كده، ايه البطرك اللي بيهتم هيقعدوا فين، هياكلوا ايه، هيناموا فين، والناس اللي جايه بره عايشه مثلا بيعملوا خلوه في اوتيل في بعض الدول العربيه ما عندهمش اماكن مثلا دير او كده اماكن اقامه، كانوا بياخدوا اوتيلات علشان يعملوا خلوه 3 ايام. فيعني كان قداسة البابا مهتم جدا ان ميبقاش في مستوى اقل يضايق حد منكم، انه حس انه الله المؤتمر كان حلو قوي بس مكان الاقامه كان وحش، الله المؤتمر كان جميل المحاضرين كانوا رائعين والمناقشات كانت هايله بس الاكل ما كانش قد كده. كلميني عن احساسك بالحكايه دي. هو بصراحه الموضوع ده كان يعني فوق التوقعات بتاعتنا، او بالنسبه لي انا ما توقعتش ان احنا المؤتمر انا عارفه مؤتمر تبع البابا، فاكيد الاورجنايزر المنظمين هيكونوا بيعملوا حاجات بكواليتي فظيعه، بس الاهتمام بكل التفاصيل بمعنى تفاصيل صغيرة لكبيرة، المكان كان حلو جدا، كل حاجة كانت بتساعدنا فعلا نانجوي نستمتع بكل لحظة في الحدث يعني، وكل حاجة برضه كانت بتتعمل بطريقة شخصية، يعني مثلا حد الأوضة مثلا يبقى فيه رسائل بطريقة شخصية لكل واحد، كل حاجة ليها حاجات personalized لكل واحد فينا، فدي خلتنا نستمتع بالاهتمام. طبعا المنظمين تعبوا فيه جامد جدا، فخلينا نستمتع بكل فقره بتتعمل، اللي هو يعني زي ما كانوا بيقولوا مش مبالغه مننا، بس هو فعلا كل يوم كنا مستمتعين بكل حاجه بتحصل، مش بس اللي هو يوم كويس. كان بيبقى عامل ازاي يعني، او اغلب الايام كانت عامله ازاي؟ مثلا في اكتر من فقره روحيه، في نشاط بتعملوه مع بعض، كلمينا كده اكتر بالنسبه للناس اللي قاعدين بيتفرجوا دلوقتي علينا من العالم كله، في القرى، في العواصم، في الدنيا كلها، فدي فرصه ان انتوا معايا. هو ما كانش فيه تم يعني زي فورمات ثابته كده لكل يوم وما يصلحوا في، هو كان 8 ايام منهم 4 ايام كانوا مستغلينهم اللي احنا نلف فيهم الديورة ومناطق في مصر، ففي 4 ايام بس عدنا كاملين. فمثلا 4 ايام قعدنا في اللوجوس اللي هو في المكان اللي كنا قاعدين فيه، وادي النطرون، وفي يومين رحنا فيهم القاهره واسماعيليه، ويوم تاني رحنا اسماعيليه، ده اللي زرتوا فيه قناه السويس بالظبط. احنا رحنا القاهره، رحنا الاهرامات، وبعد كده رحنا الكاتدرائيه، وبعد الكاتدرائيه وكان في مقابله مع سفرة، وكان ساعتها كان مقابلات، كان البابا كان كين قوي اللي هو كل واحد من بلده يكون بيشوف الممثل بتاعه في البلد. والاساقفه كانوا معانا. بعد كده رحنا الاسماعيليه وشفنا قناه السويس، ورحنا كنائس مصر القديمه. كان في اباء اساقفه بيتحركوا معاكوا في الاربع ايام؟ لا، الكهنه التحركات كانت معظم الوقت كانوا كهنه منظمين معانا، ابونا رفائيل ثروت والاباء اللي جايين من بره زي ابونا جوشوا وغيره بالظبط. تمام. ففي ايام كانت كده كنا نتحرك، ويوم تاني اسكندريه وبيتنا في دير. بس في ايام بقى تانية اللي كنا في اللوجوس كان برضو ما كانش فيه يوم محدد، كان فيه زي ما كان باسم بيحكي يوم كان فيه متكلمين كتير. كان برضو في ايام تانية كان فيه كذا متكلم، فكان الموضوع ده ثابت ان احنا بناخد الخبرات من ناس مختلفة، ناس ضايقين ربنا بالمتعة بتاعتهم بطريقة، كل واحد بمجال مختلف خالص، بأعمار مختلفة، بإكسبيرينس مختلفة تماما. يعني ده قايل دي الفكره العامه. وكان في وقت كمان كنا في ديسكشنز، كان بندسكاس حاجات المواضيع اللي هي بتشغلنا كشباب، ايه اللي احنا بنحاول، كان بياخد مساحه كبيره المناقشه اكبر بكتير من ان واحد يجي يقعد يقول محاضره طويله. ده كان ليها وقت وده لا، بس كان مناقشه كانت اكتر. حلو قوي. بالظبط، فهي المناقشه كانت اكتر، وحتى كانوا واخدين مساحه اللي احنا نكون بنناقش كشباب بينا وبين بعض، ويكون معانا بس كاهن بيوجهنا لو يقول الرأي الإنجيلي فيها، وكان فده كان ليها وقت. في وقت تاني اللي احنا بنسمع كدرس كتاب مثلا، بس ده ما كانش برضو ده وقت غير الوقت ده. طيب باسم، انت يعني أثر فيه قوي الكلام اللي انت طلعت بيه من اليوم اللي كان فيه النماذج ده، الايدولز ديت، الناس اللي هم نجحوا قوي في مجالاتهم، وممكن يديلك انطباع ان انت تبقى محبوب وليك مكان كبير في السماء، وتبقى انسان رائع بتخدم ربنا، بتوصل رسالة ربنا، مش بالضرورة تبقى راهب أو كاهن. دي رسالة أنا يعني أحترمها جدا، وحتى أنا في شغلي أنا فاكر لما جيت أعمل أول بطولة في حياتي في الأفلام كان فيلم عن الأمبرويس، قد كده كان شغلني أنه كان إنسان علماني حتى مش شماس،
ومع ذلك ليه دور مهم في توعية الشعب وفي توصيل كلمة ربنا وفي إن هو يحرض الشعب على فضائل وقيم إيجابية، وهو حاسس إن ده دوره رغم إن هو مش أسقف ولا راغب ولا سيد. أنت بتدرس إيه وده الترجم عندك لحياة شكلها إيه بعد كده؟ أنا يعني فضلي 5 شهور وخلص طب بشري أصل عيني. يعني طول عمري احنا كلايف ستايل دكتور مثلا، لا انا صعب قوي ان انا اكون لازق في الكنيسه اول 50 في حياتي مثلا. فكنا محتاجين ان احنا نشوف اول 50 في حياتك العمليه. العمليه بس ده زي بره كده في امريكا مثلا عشان تاخد اللي بيسموها الريزيدنت، عشان تاخدها بتشتغل مثلا بال 20 ساعه في حاجه تبقى جنان في اول 4-5 سنين. بالظبط. فكنا محتاجين نشوف ده، وهم جابوا لنا كمان جابوا لنا باشمهندس هاني عايزر، وفي برضو شخصية رائعة في المواصف، وفي الدكتور رياض. دول برضو كانوا 3 مجالات كومن قوي ما بيننا، يعني احنا شفنا برضو هندسة وطب وصيدلة. مين الأسماء التانية؟ كان دكتور دكتور ناصر ودكتور رياض. رياض ايه؟ أرمانيوس. اوكي. بس في نفس الوقت يعني غير كده شفنا كان دورنا في الكنيسه ان احنا انا هفضل في مكاني وهفضل في حياتي العمليه. بس نفس الوقت البابا كان بيشجعنا قوي ان احنا دوري مهم في الكنيسه. زي بيتر كان بيقول ان هو قال لنا انا في يوم من الايام كنت زيكم، وكل اساق فين شايفين دول كانوا زيكم، فانتوا دلوقتي دوركم ان انتوا في حياتكم العمليه تبقوا زينا في يوم من الايام، وانتوا اللي هتشيلوا الكنيسه وتودوا حياتها احلى. وده كان الترجم في الملتقى نفسه. كان في وقت مخصص جدا للسيمينار. السيمينار ده كان من اكتر حاجات اللي فادتنا، يعني على اختلاف الكالتشرز بتاعتنا. عباره عن ايه؟ هو في 5 topics كده، 5 عناوين كبيره. كانوا متحضرين. مش انا اسفه مضطر اترجم عشان الناس اللي بتسمع. ال5 عناوين دول متحضرين من اسئله الناس اوريدي اللي اتبعتت قبل المؤتمر ما يبدا بفتره، فبعتوا لنا على الايميل مثلا في كل المجالات ولا اسئله في حاجات محدده؟ كان في مجال الايمان والعقيده والاسئله اللي عندنا، وفي التكنولوجي والتواصل الاجتماعي وكده، وكان في الوحده وحده الكنيسه، وكان في خدمه الشباب، وكان في والهويه خصوصا دي حاجه مهمه قوي بره، لان الهويه القبطيه بتضيع مع الكالتشرز، مع الوقت، مع الثقافات الواحد بيعدي فيه. هل هم جمعوا الاسئله دي وجابوا حد يتكلم مثلا؟ خالص، ما حدش اتكلم خالص. احنا كل واحد على الايميل جاله انت تختار التوبيك اللي انت او الموضوع اللي انت عايز تتكلم فيه او تتناقش فيه، واللي عندك اسئله فيه، واتقال لنا نقرا قبل ما نروح عشان نكون لقاء مفيد. كويس. وكان يعني اتقعدنا 3 مرات. اول مره كان معانا زي مونيكا قالت كان معانا كاهن بس يرتب افكارنا. بعد كده تاني مره احنا كنا تماما، يعني ابونا جه بس فهمنا احنا ايه المطلوب مننا، ان احنا نعمل برين ستورمنج ونفكر ونطرح اسئله مع بعض كلكم كجروب. جروب مثلا 25 مثلا. جروبس يعني زي ورش عمل بتتكلم في نفس الموضوع. بالظبط. بس احنا حرين تماما ان احنا نتكلم. اي تساؤل نقوله، اي حاجه. ده فادنا كتير قوي ان احنا حسينا لينا صوت. لينا رأي. ده في حد منكم قال جملة عجبتني قوي، قال احنا عرفنا ان القرارات والتوصيات اللي احنا وصلنا لها هتتناقش في المجمع المقدس، ممكن تصبح هي قرارات الكنيسة، فدي حاجة جميلة قوي. المهم اللينك او الوصلة ما بين اسئلتنا واللي موجود، يعني اسئلة دي عندنا اوريدي. فنحن حسينا احنا لينا صوت، لينا رأي، احنا تعرفنا على بعض في القعده دي. طب انا عايز اخد الحته دي واسالكم سؤال واحد، اسمع اجابتكم انتوا الثلاثه، وابتدي ببيتر بصراحه كده، من خلال انه احنا دلوقتي وبالذات الجيل الجميل بتاعكم بنقعد وقت طويل على الاجهزه ونخش على فيسبوك وتويتر وانستجرام وشاف ايه. بصراحه كده يا بيتر، بتشوف ازاي الحرب اللي بتتعرض لها الكنيسة والأفكار كتير المختلفة؟ احنا يعني نسمع كل يوم دلوقتي عجب، احنا عايشين في زمن عجيب، يعني النهاردة معرفش راهب
بيعمل ايه وبيقول ان هو مش موافق على وجود البابا ورسم رهبان وعمل دير بنفسه كده لوحده يعني. من يومين ما عرفش كان في راهب تاني متجرد رهبان بيتنقله من دير قبلها بشوية راهب قتل أسقف يعني. ده المعلومات اللي عندنا عشان ما حدش يزعل، أنا بقول المعلومات اللي مطروحة لغاية دلوقتي يعني. إيه تأثير ده عليك؟ حسيت بإيه؟ حسيت بكنيستك وإيمانك بيروح فين وانت بتتعرض لده؟ وهل المؤتمر كان ليه دور في الحتة دي، علاقة كل شاب وشابة منكم بـ 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 باللي بيحصل حوالين كنيستهم؟ هو يعني دي حاجة من الحاجات الكبيرة قوي اللي بتضرب الكنيسة اليومين دول، ومش اليومين دول، من فترة يعني، لأنه السوشيال ميديا خلى أي حد بيقول أي حاجة في أي وقت، وبيلاقي ناس تسمعه، وبيلاقي ناس بتشوفه، وبيلاقي ناس مش فاهمة بتشير، وبيلاقي ناس مش فاهمة قوي بس فبتاخد الكلام تزود عليه يعني تتبوظ الدنيا أكتر. فدي كانت من الحاجات اللي الناس اشتكت منها أو قالتها في الأعداد بتاعت السيمينار، زي ما كان باسم بيقول إن إحنا كل واحد كان بيطلع بتشالنجز بتاعته، بتاعت بلده، بتاعت مكانه، تحديات بالظبط. كان في ناس في بلاد عندها مشاكل وتحديات مش عندنا إحنا في مصر طبعا، وإحنا عندنا حاجات نفس الكلام. ودي كانت من الحاجات إنه التعليم بتاعت الكنيسة واللي ينفع ولا ما ينفعش، وإيه يوافق كنيستنا وإيه ما يوافقش كنيستنا، وإيه الحاجات ال مثلا الفلكسبل حسب حسب الثقافات بتاعت بره، وايه الحاجات اللي دي مرونه بتاعت كل بالزبط. مكان من غير التخلي عن العقائد الاساسيه. دي حاجات احنا طالبنا بيها من خلال كذا حاجه يعني في السيمينار ده، من خلال انه يكون في حاجه رسميه من الكنيسه تقول ده اه وده لا على الانترنت ومش على الانترنت، من خلال ان التعليم تبقى واضحه وصريحه. مفيش حاجه اسمها الاسقف ده بيقول يعني، يبقى في متحدث رسمي في كل حاجه، ما يبقاش قضيه الواحده فيها اكتر من راي يعني بالظبط. وحتى في الحاجات اللي تخص مثلا يعني، انا كنت في الكوميتي بتاعه الحاجات المسكونيه، فاحنا هي بتاعه الطوائف اللي هي جزء منها تناقش مع الطوائف، جزء منها حاجات ليها علاقه بالطوائف وايه اللي ينفع ومين يتناول وما يتناولش ومين يتعمد والحاجات دي كلها، واللي فيها برضو بدايات مجهود للتوحيد. كنا طالبنا انه يكون في اسقف مسؤول عن الحاجات المسكونيه دي، هو بس اللي يتكلم في الحاجات بتاعه الحوارات الكنايس، مش اي حد يطلع يقول رايه، فنبقى احنا متشتتين على فلان يرد على مذبحه وتكفير فلان والكلام ده، فالناس تتوه بقى في وسط الانترنت. أيوه. يبقى معروف ان ده كلام الكنيسه، ده كلام الكنيسه، واي كلام تاني غالبا هيكون هو ده اللي بيمثل الكنيسه في المؤتمرات بتاعه الحوار. وطالبنا انه يكون في كهنه من كل ايبرشيه مسؤوله عن الموضوع ده، هي اللي بتنظم بتنسق لما يكون مثلا يحصل حاجه على مستوى الكنيسه كلها، هو اللي المسؤول يوصل للايبرشيه بتاعته ويوصل للناس ايه اللي حصل ووصلنا لايه. حلو قوي. نعمل حاجات للشباب على نفس فكره المؤتمر اللي عملناها بس في الحته دي مخصوص. حلو خالص. اسمع مونيكا. هو اكيد الحاجات دي بتعمل لخبطه، واكيد كل شويه حتى لو احنا يعني احنا تقريبا الناس المحظوظين، احنا مستمتعين بكل حاجه في الكنيسه طبعا، بنسمع الحاجات دي ساعات بنستغرب ونتخض وكده. بس انت يعني تكمله على كلام بيتر، يعني ايه علاقه المؤتمر بالكلام ده؟ يمكن لو الفتره اللي فاتت في حاجات كتيره قوي بتحصل، فهو رجعنا شويه نصدق حاجات كتيره كانت عندنا بس اللخبطه شوشت فيها جامد. طبعا المؤتمر ده متحضر له من اكتر من 10 شهور ولا حاجه، فمش يعني حدش يطلع لنا يقول لك ده لحقوا جري لكلكوا مؤتمر عشان الاحداث اللي حصلت يعني. لا هو يعني في تشويش حصل، في تشويش وكلنا مش قابلين صور معينه للحاجات اللي بتحكيها كلها، بس في حاجات تانية كتيره قوي يعني ريليتد بالمؤتمر. مثلا حاجه فرقت معانا كلنا، يمكن كان في كهنه منظمين من حتت مختلفه كلنا اول مره نشوفهم، بس كلنا شفنا دقنا فيهم بارت الابوه وازاي كانوا محتويين وازاي احنا كنا فارق معانا وجودهم ورايهم في حاجات كثيره. حلو. فده فرق معايا قصاد رايي مثلا لو بنتكلم على الصوره الرعويه ازاي في قصص بتشوهها. لا احنا دقنا حاجه تانية. ده ما بيسالوش على حد، ده مش عارف ايه بالظبط. في حاجه تانية مثلا فكره المؤتمر عن جوي، الفرح. فاحنا عمالين كل شويه نقول احنا في مشاكل في
ابتدينا نرجع تاني بالظبط، في حاجات كتيره قوي رجعنا نركز تاني، اللي انا استمتاعي بربنا نفسه هيدواني حاجات تانيه كتيره. حاجه تانيه لو في تشويش عشان مشاكل كتيره كانها مشاكل ويا دوبك عايزين نحلها، فكره ان احنا في سيمينار في مناقشات كتيره، فكره المؤتمر اللي احنا بنحاول يعني ناخد ستيبس لقدام لكتير واحنا بنستمتع بربنا، دي كانت فكره بالنسبه لي يعني فلترت جامد قوي من التشويش اللي كان بيحصل. يعني دكتور باسم نختم معاك بقى، اكتر الحاجات اللي حساسيتك ان المؤتمر فرق معاك، انت عارف ان الناس اللي بتبقى عايشه بره ممكن يبقوا متمسكين اكتر مننا هنا، يعني ممكن ايه ممكن تلاقيهم يعيني وسط ثقافه العيال بتروح المدرسه يقولوا لهم مفيش ربنا، دي ابسط حاجه، فهم عايزين طول الوقت ايه يحافظوا على الحاجات اللي اتعلموها علموها لعيالهم، وممكن يبقوا شويه منعزلين يقعدوا يقولوا لاولادهم بص انت عايش وسطهم اه لكن انت مش من دول، انت مش بتفكر كده، انت مش بتاخد قرارات كده. هو يعني زي ما قلت كده اليومين دول الكنيسه متقسمه كتير قوي على السوشيال ميديا ومن بره، ان الكالتشر غير الكالتشر المصريه اللي عايشين فيها غير اللي هم كل بلد هاجر لها، احنا نفسنا هنا في تحديات جديده بتواجهنا. اي ثينك انا متاكد ان المؤتمر ده فرق كتير معانا، لان احنا رجعنا واحد، احنا فعلا دلوقتي حاسين بالكنيسه بكل كنيسه في 30 دوله، انا في دماغي 30 دوله وهم في كل واحد في دماغه 30 دوله. زي بيتر كان بيقول انا ليه اصحاب، انا بقول لا انا ليه عيله فعلا. حلو قوي. وكان بابا كان يقول لنا ان يحب اندهلي تندهلي يا بابا. انا اقول موقف حصل معايا انا ومونيكا، كنا عايزين ناخد مع سيلفي، ده حاجه عاديه جدا في لوبس ان احنا ناخد مع سيلفي، بس هو كان زي زحمه قوي مش سامعنا، ف قلت لمونيكا ده هجرب حاجه، فرحت قلت لها قلت له بدل ما اقول له سيدنا قلت له بابا، فراح بص لي على طول وخد معانا السيلفي. ف احنا دلوقتي المؤتمر ده فعلا او الملتقى ده فرق معانا جدا، ان احنا مع اللي بيحصل السوشيال ميديا مع الكالتشرز المختلفه مع كل مشاكل الكنيسه قابلتها زي ما حضرتك قلت، احنا حاسين احنا دلوقتي انا فعلا حاسس احنا كنيسه واحده هنقدر نعدي مع بعض شويه مشاكل كتير. هيل. طول ما احنا عيله واحده. هيل. وعندنا بابا واحد فعلا هو فعلا بابا. ودايما دي فكره وجمله قداسه البابا لما كان بيسافر بره، لما تشرفت اني سافرت معاه كذا سفريه كانت دايما دعوته خلونا نبقى واحد على مستوى الحب وعلى مستوى اللقاء المسيحي والجسد الواحد، والحوارات اللاهوتيه دي ليها ناسها يعني يتكلموا فيها. هو كان بيقول لنا حاجه ان قبل ما نتكلم في اي حاجه لاهوتيه بنتكلم الاول عن الحب. فهو كان دايما بيقولوا كده. باسم كمال، بيتر أنسي، مونيكا جورج، شرفتوني جدا، وكنت اتمنى وانا في سنكم يكون عندي الفرصه العظيمه دي، فانا بحسدكم، في ناس كتير بتحسدكم دلوقتي، فانتوا لازم تعملوا حاجات حلوه باللي انتوا وصلتوا له علشان الحسد ده يجي على عكس، يعني يجي بخير وبركه للكنيسه. نورتوني وتشرفت جدا بلقائكم، بشكركم، بشكركم مشاهدينا على وجودكم معانا في فقرات كتير من حلقه النهارده، ان شاء الله تكون حلقه مميزه من حلقات التاريخيه لينا في برنامج في النور. تصبحوا على خير. الحقيقة تبان.